محمدية كيف كتابعوا اليوم يعني ناضوا ليهم يعني كيف كتابعوا معنا مباشره مدينه محمديه حمله قويه يعني ضد العربات المجروره او كيف كنقولوا حنا الكراول والكرارس بمدينه محمديه تحت اشراف السيده القائده كيف كتابعوا معنا في هذه اللحظات. هذه الحمله يعني كيأزرهم ايضا عناصر الامن الوطني وكذلك يعني عناصر القوات المساعده وكذلك اعوان السلطه في هذه اللحظات يعني مباشره بمدينه المحمديه. شوفوا شحال ديال الكرارس هازين في هاد الكاميو تقريبا راه كميه كبيره. كاينين بعض الناس يعني اللي ما تقبلوش هاد القضيه، كاينين بعض الناس يعني اللي كيقولوا انه لا حشومه لا كنترزقوا الله لا هادي. كنتمنوا انكم تخلوا لنا التعليقات ديالكم شنو بان لكم في هاد العمليه، يعني هاد العمليه يعني بعد ما يعني كيف كنقولوا ان هاد الكراول يعني كيتسبوا في مجموعه من الحوادث مع العلم ان هاد الناس هما ايضا ما عندهمش بديل. يعني كنتمنوا انه لو كان انه يتم ايجاد حل او ايجاد بديل لهاد الناس مساكن تما باش يترزقوا الله تما يعني كنقولوا باش يتقوتوا. ولكن كنتمنى انهم ايضا يكون احترام القانون السير، يعني ما كرهناش يكون شي حل لهاد الناس مساكن تاهما اللي عندهم هاد الكراول اللي عندهم هاد الكرارس كيف كنقولوا حنا راه الله يحسن العوان، ولكن للاسف كيبقى القانون. يعني كنتمنى من التعليقات ديالكم تقول لي شنو بان لكم في هاد الحمله اللي كتستهدف يعني مجموعه من الكرارس وكذلك كنقولوا مجموعه من العربات المجروره وكذلك الكراول. يعني شوفوا هنا الكميه شحال ديال يعني شحال العدد شحال من عربه مجروره يعني تم يعني شحال من عربه مجروره يعني تم الحجز ديالها. هذه الحمله يعني بمدينه محمديه الشكر السيده القائده يعني اللي كتقوم بهذه الحمله. كنتمنوا يعني انتم كمغاربه قولوا لنا في التعليقات يعني شنو بان لكم في هذه الحمله، واش انتم مع او انتم مع ضد. مع العلم مع العلم كيف كنقولوا كاين جوج حوايج، ان هاد الناس مساكن يعني ما كرهناش انه يكون عندهم البديل يعني القول البديل باش يترزقوا الله، ولكن الحاجه الثانيه كاينين مجموعه من اصحاب السيارات اللي كيتشكاو كيقول لك بعض المرات انه فاش كيخرجك في الطوموبيله او لا كيضرب شي واحد ما كيلقى معمن يقيد. على العموم حنا كنتمنوا انه يتلقى حل اللي يرضي جميع الاطراف، شي حل اللي يكون في الصالح ديالهم كاملين، يتلقى كاع شي بديل اللي يعني يكونوا مع الناس وكذلك ما يخالفوش القانون، يعني كيبقى القانون فوق منا كاملين. ولكن الانسان حتى هو ايضا يعني كيف كتعرفوا ان الانسان بعض المرات كتكون ما كيكون ما عندوش، الانسان يكون ما فحالوش. حنا كنتمناو تقريبا انه تقولوا لينا شنو كيبان لكم في هذه القضيه.